هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة البشرى. يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة. مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد وفي هذه الفقرة الثانية في عددنا لنهار اليوم الخاص بفرحة العيد. نحيي كل من التحق بنا الآن في هذه الفقرة، نقولهم صحة عيدكم، عيدكم مبارك، إن شاء الله ربي يتقبل منا صالح الأعمال والنيات يا رب. فقرتنا الثانية بدأت هداوين، وفقرتنا كذلك ما زالت متواصلة. طبعا دائما احنا نحليو قعدتنا باش نحيو عليكم ونفاجيو عليكم وندخلوا معكم في دياركم في هذه الأوضاع بحضور ضيوف وزملاء يشاركوني في تقديم هذا البرنامج. نرحب بالزميلة فاطمة طاهي، اهلا وسهلا بك. شكرا. الزلف لام سارة، الزلف ثنيتك وثنا السيناريو ذاك غير يتوالي المراي التلفزيون الان. صح العيد نكون صح العيد الجميع يديريين مراغ في مزيغان، ان شاء الله هذا العيد لهنا العيد مربوح غير ديوين الصحة غاكل لهنا غندعو ربي سبحانه غادي اذ يرفع فينا لهلك غير ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله عليك، جيتي بالزي التقليدي وصح، يعني عطيتينا هذيك النظره نتاع الفرحه نتاع العيد. كنا حكينا مقبل مع شيف ساميه اللي كان ضيفتي في الفقره الاولى انه في العيد لازم نحافظوا على العادات والتقاليد وانه نلبسوا الازياء، وانت شرفتينا بالزي القبائلي، ربي يحفظك ان شاء الله. مرحبا بك مجددا. نرحب كذلك بضيفتنا اللي راح تكون معنا في هذه الفقره، السيدة الشيباوي بختة حرم بشيرية هكذا، رئيسة جمعية إحياء التراث ونشره وسط الشبان، مقر الجمعية بالأبيار. أهلا وسهلا بك السيدة بختة، شرفتينا بحضورك، صحة عيدك وعيدك مبارك إن شاء الله، ينعاد علينا وعليك بالخير والصحة في كل عام إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم، بصحة عيد كل الجزائريين، بصحة عيد وان شاء الله يشافي المرضى وهذا البلاء ان شاء الله ربي يرفدو ان شاء الله، وان شاء الله نولوا لاباس كما كنا زمان ان شاء الله. وهذا ابتلاء من عند الله، وربي هو اللي قال كل دا يعطيه دواء ان شاء الله يا ربي. ونزيد ندير دعوة عيد عيد مبارك لافامي شيباوي ولافامي بشيرية وكل احباباتي بعاد وقرب ان شاء الله يا ربي يكون لحقتهم عليكم انتم ثاني بالطاقم التقني. الله يسلمك، يعيشك، ربي يبارك فيك ويخليك. حتى حنايا باسمي وباسم كل الفريق التقني نقول لك صحة عيدك، حضورك كان شرف لينا انك قبلتي الدعوة وجيتي قعدتي معنا في هذه القعدة الزينة باش ندخلوا المشاهدين في ديارهم ونفاجئوا عليهم ونعوضوهم في اللمة اللي كسرتها هذه الجائحة اللي عمت العالم واللي اثرت خاصة على الشعوب الإسلامية في هذا العيد المبارك ان شاء الله. احنا نعيش كما نقولوا ظروف خاصه سيده بختة، ورمضان كان يعني غير رمضان في الاعوام السابقه، وحتى عيدنا اليوم راهو غير الاعياد في السنوات الماضيه. كيفاش سيده بختة تحكي لنا على الاعياد، يعني رمضان قبل ما نروحوا العيد نحكيوا على رمضان، خاصه الايام الاخيره وين بدات تحضيرات العيد ما كنا نبداو نحسوا اكثر، كيفاش تحكي لنا الفرق يعني بين هذا العيد اللي فات والعيد اللي نعم تفضلي. العيد اللي فاتوا كان التراويح، كان الواحد يروح للجامع، الفرحه نتاع الاولاد يشرو الحوايج، بصح هذا العيد عوضناه بحاجه اخرى، كي نقعدوا مع عندنا الفريق نحفظوا القران صح. صح. نديروا بقالات للدراري، نديروا لهم رصب صح، نديروا لهم جو عائلي باه ما يتقلقوش صح، والدعاء صح. وحسينا تانيك بعضنا بعض بهذيك اللمه، ولات العائله تتلم تتلم نعم، ويعرفوا يعني مجهودات نتاع بعضهم البعض صح. بارك الله فيك، حتى الواحد يقعد عنده وقت فارغ يعيط لافامي صح، كل يوم يعيط لزوج ثلاثه وهو راه كي شغل راه شافهم صح. الحمد لله اللي عندنا دوكا وسائط الاتصال الجديده، وحنايا كما قلت مقبل رانا بعاد ورانا قراب في نفس الوقت، صح كامل كي تكون الصحه ونستمعوا على بعضنا بعض بالخير، هذه هي الدنيا وما فيها. نطلب ثاني الشفاء لزميلتي
راهي في الخطبه بشفاها هي ويماها ان شاء الله ربي يجيب لها الشفاء ان شاء الله ان شاء الله. قال لك كل بلاء كل دابا كل داء عنده دواء ان شاء الله ربي يشفيها ونشفي كل المرضى نتاعها وعنا اللي راهم في المستشفيات واللي راهم في ان شاء الله ما نسيت والو. نقول لهم ربي يشفيكم ان شاء الله ويطول في عمركم واللي توفى وفقدوا الغاليين نقول لهم ربي يصبرهم ربي يرحمهم ويصبر اهليهم ان شاء الله. هي سارة هضرتي على التقاليد سقسيتي الاستاذه على التقاليد الجزائريه. التقاليد الجزائريه ربما تختلف من منطقه الى منطقه كي نهضروا على العادات في الجزائر قاره لكن في العيد ربما نفس العادات والتقاليد نجد اجواء جامعه يعني عادات وتقاليد الجزائريين مشتركه كما قلتي في الأعياد الدينية وبالتالي ربما صح كما قلتي أجواء ربما غائبة بسبب هذه الجائحة لكن ربما فيها عادات جديدة احنا ما نهضروش على هذه الأجواء الغائبة باش فرحة العيد تقعد فرحة. إذا كما قلنا زميلتي فاطمة حتى قلنا حكينا على الجزائريين أنهم معروفين أنهم متواجدين في كل المناطق ومتمسكين بعاداتهم وهذه العادات حاضرة يعني في كل المناسبات خاصة في الأطباق أكيد الحلويات صحيح في صناعة الحلويات مهما يعني كاين حلويات عصرية أو حتى حلويات تقليدية بلمسة عصرية لكن الحلويات التقليدية دائما حاضرة البعض ربما الطابع كاين الطابع حاجه تشارك مسكر تشارك عريان قريبيه العرايش هذوك تاع زمان المقروط الخفاف هذوك تاع زمان اللي يحبوا المملحات نهار العيد يقول لك العيد كامل ناكلوا في الحلو نهار العيد كاين اللي يحبوا يديروا السفنج كاين اللي يحبوا يديروا المسمن كاين اللي يحبوا يديروا برده حتى العاده تاع الجزائريين في عيد الفطر ربما كينوضوا مع صباح لازم يشربوا قهوه بالحلوه هذه يعني هذه لازم كاينه الحلويات التقليديه ما تخلصش فوالا كيما قلت دائما محطوطه على المائده يعني كاين اللي يسقي قهوه وحشيه بالحلوى تانيك وحنا على بالنا بلي نهار الاول تاع العيد شتي كيفاش تكون الماكله فيه ثقيله كاين اللي بالك ما يفطرش يشرب قهوه يقعد هكذاك تلمون اللي والف الصيام تاع شهر كامل تاع شهر رمضان كاين اللي يشرب غير قهوه كاين كاين يكون على الحلويات على الحلويات طبق وكانت الشيف ساميه في الفقره الاولى حضرتهم من الافراط في الحلويات والمأكولات هذيك الدسمه والثقيله حتى يبقاو يحسوا انهم خفاف طيله الايام صعيبه انك بعد الصيام تعاودي تولي تجي صعيبه صح تكون صعيبه على كل شعوب الانسان يتعود بشوي بشوي حتى يوالد نعم اذا بالعقل الناس باش يحافظوا على صحتهم تانيك ونروحوا نحكي شويه معك فاطمه حكينا مع سيده بختها واش وجدت اليوم سيده بختها ما قلتيناش واش درتي حلوه في هذا العيد درت مقروط الله يبارك درت عرايش الله يبارك والسكر الاخر شاركت مسكر ولا المشوك الله الله سبحتنا طابله غير الله الله بالحلويات بالحلويات التقليديه احنا تاني كانت شاف ساميه حضرتنا بعد الحلويات اللي راكم تشوفوا فيهم نشكروها دائما على هذه اللمسه اللي قدمتها لنا وهذه الخطوه نولوا ليك فاطمه واش هي الحلويات اللي حضرتيها في هذا العيد كما هي ما دارت المقروط انا درت لي صابلي واستنى درنا تشارك الله يبارك احنا على بالنا بلي شتي الظروف اللي رانا فيها الانسان دائما يبعد يعني الزيارات راهي ناقصه الانسان يدير كميه صغيره فقط باش يحس بهذيك الاجواء نتاع العيد كون كيفه كبيره كل حاجه منها شويه كثير من العائله تهم يبحثوا على حلويات اقتصاديه وحلويات يعني بسيطه حتى يعني برك فقط باش يزينوا مائدتهم ويعني يتلموا على هذيك القعده حتى نحس كذلك بالاجواء الاجواء نتاع العيد رغم الظروف كما قلت لك رغم الظروف لكن الحلوه تبقى حاضره في كل يعني في كل العائلات الجزائريه تحرص على ربما لا اتحدث حتى احنا كجزائريين موالفين نديروا دائما الحلويات البسيطه جدا كصابلي والطابع يعني هادو يكونوا حاضرين حتى اللي يكون ما عندوش يدير
عليهم. حتى كما قالت حتى زعما رغم التحديات ربما الاقتصادية خاصة في الوضع كي رانا جائحة كورونا، لكن دائما الجزائري ما يخليش تروح له فرصة يحب يعيش الأجواء العيد. حتى العيد نخلقوها احنا الجزائريين نخلقوها مهما كانت مهما كانت الحال مهما كانت الأوضاع لازم أجواء العيد تكون، لازم نحسوا بهذيك الفرحة، لازم نضحكوا، لازم نرفهوا على روحنا مهما يعني كانت الأوضاع. رغم ربما كما قلتي بسبب هذه الجائحة فرضت علينا عادات جديدة، ربما الجزائري موالف في بعد صلاة العيد يروح زيارة الأقارب، مغافرة الجيران، أولاد الحي، ربما هذه الأجواء تكون غائبة، لكن لن نتحدث عنها. ما تكونش غائبة إن شاء الله. إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله عيد الأضحى إن شاء الله يكون ربي يرفد علينا هذا الوباء إن شاء الله تولي الايام المجاريها ما تكونش غايبه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي حتى هي في هذا الوضع وما هيش غايبه، مش غايبه خطك عندها عندك بالتصوير. انا حاضرين، انا متلميين، انا مع المشاهدين تاعنا، انا قاعدين. اي سيده جوزت صبيحه العيد في دارها وجات تجوز معنا الحشيه، كي انت سمحتي ثاني الاجواء انت عيدوها كي معنا. الحمد لله انا الحمد لله حتى هذه عائلتنا الثانيه، ومن خلال هذه يعني ننشروا اجواء العيد الفرحه ندخلوها لدار للمشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا. ان شاء الله الاجواء تاع العيد دائما تبقى ودائما نحافظوا علينا مهما كانت الظروف اللي نكونوا فيها. ما ننساوش ثاني الشريحه اليتامى والناس اللي ما عندهمش رانا معاهم في بيوتهم. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يحفظهم، وان شاء الله ربي يكون عون لكل محتاج وكل جزائريين يا رب. حتى اليوم كاين مواقع مواقع وسائل الاتصال الجديده، وسائل الاتصال الحديثه. نعم. هذه ربما تكون بديل عن زياره مباشره. نعم. تقربنا وحنا بعاد كما كنت نقول. المقبل. والفرحة العيد أكيد لن تكتمل إذا كان إذا كنا سبب في انتشار العدوى ولا الناس اللي نحبوهم نتواصلوا معهم بهاد الوسائل. المهم نقعدوا صحاح ونسمعوا عليهم أخبار الخير. أوكي نعم متوفرة. نعم. ونخلوا فرحتنا تكمل بحفاظنا على سلامة أهلنا وسلامة أقاربنا. وسلامتنا. نعم أنفسنا. اذا فاطمه عندك مجموعه من التهاني للبراعم اللي يحبوا يشاركونا فرحه العيد وهما في ديارهم. عندنا راسلونا بزاف تهاني بمناسبه العيد. عيد الفطر. نشوفوا اول صوره. كاين اهداء لطفلين، زموري ريان واخته زموري اليانا، تهدي تحياتهم يهدوا تحياتهم الى امها كما كتب هو الى امها الى مهما الاب وجدتها لويزا وخالاتها امال وورده واخوالها ابراهيم وسعيد والى جدتهم جيجيا. تحيتنا لهم ونقول لهم صحة عيدكم. نشوفوا كذلك إهداء آخر، طفل برعم عبد الجليل يهدي تحياته إلى عائلة كل عائلة حاج إبراهيم وإلى جده محمد وجدته ليلى وإلى خالته أمينة وخالته سليمة وشهرزاد وخالته مالية وكذلك خاله محمد الأمين. الله يبارك صحة عيدهم هما تاني كحنا نقول لهم. نشوفوا عندنا اهداءات صاره نزيدوا اهداء. نشوفوا صور صوره البرعم بكير احمد امين مع اخته رندا ورده واخوهم كذلك الثالث حمزه. نشوفوا الصور. يهدون تحياتهم الى عائله بكير وعائله ولد مدني وعائله كويس والجدين مصباح وحليمه. كل عام وهما بخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله التهاني تكون لحقت ان شاء الله كل عام وهما اهلها ان شاء الله وكل عام وهما والاهل نتاعهم واللي بعثوا لهم التهنئه وهما بخير. نختموا ونروحوا للفاصل، لكن قبل ما نروحوا الفاصل حبيت تزيدي تقولي لنا بقاله ونروحوا الفاصل ونعاودوا نولوا. اوكي البقاله تقول على نبي صليت وعلى صحابه رضيت وعيط يا خالقي يا مغيث يا خالق كل شيء ديراتك مفتاح كل خير دير لي يا ربي في الدنيا خير. ان شاء الله يا ربي للجميع اللي عم يشاهدوا فينا وجميع الشعب الجزائري خير على خير ان شاء الله تهديهم. اذا مشاهدينا نروحوا الفاصل وبعدها نواصل ان شاء الله. مشاهدينا
الأفاضل، أهلا بكم من جديد في فرحة العيد دائما وفي هذه الأجواء البهيجة اللي حبينا ندخلوها لكم لدياركم في هذه الفرحة اللي جمعتنا اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومع ضيفتي زميلة فاطمة طاهي والسيدة بخت رئيسة جمعية التراث، ويعني نقله إلى شبان حتى يتورثوه يعني إن شاء الله إن شاء الله نشرها نعم ونشرها بين الشبان، يعني إن شاء الله تبقى هذه الجمعية تحافظ على هذا النوع من العادات والتقاليد والتراث الجزائري وتنشره صحيح فوق يعني بين الشبان، وإن شاء الله نلقاو الشباب يعني يعتنق مثل هذه العادات والتقاليد ويحافظ عليها. قبل ما نحكي يعني على الجمعية وعلى النشاطات نتاعها نروحوا نكملوا بعض الإهداءات للأطفال اللي حبوا يشاركونا فرحة العيد، ونروحوا للإهداء آخر. نواصل إهداءاتنا سارة. كاين البرعمة دنيا برايك تقول بمناسبة عيد الفطر أهدي تحياتي لأمي وأبي وإخوتي وكل العائلة، وتقول نحب بزاف جدي ربي يطول في عمره. كذلك عيد كل عائلة برايك وكل عام بخير إن شاء الله يا ربي. ننتقل كذلك إلى أميرات أخريات، نشوفوا الصور. كاين يانال وياسمين ويسرى يهدو تحياتهم كذلك للأم والأب الكريم وجداتهم وأعمامهم وأخوالهم. قولهم عيدهم مبارك وكل عام وهم بخير. نكملوا الإهداءات دائما. نواصلوا في الإهداءات. كاين تسنيم من تنس تهدي تحياتها إلى أبيها وتقول نقول صح عيدك أبي اللي راك بعيد عليا، ربي يقدرك في خدمتك وتولي بخير. كذلك تقول إن شاء الله يا ربي، وتقول لماما هي كتبت هكذا، وأقول لماما وأحمد خويا ونقول لهم صح عيدكم. حتى من أجل عندنا بزاف إهداءات من أجل الاختصار نحاولوا دائما نقولوا لكل العائلة الطفلة صحة عيدهم وكل عام وهم بخير، وكل أهل تنس إذا راهم يشوفوا فينا في هذا العدد إن شاء الله. نكملوا دائما في تنس. لينا تقول صح عيدك أمي خولة وأبي عدلان وأخي معمر وكل العائلة، وربي يرحم جدتي وعمتي، ربي يرحم جميع إن شاء الله، وربي يفرحهم ونقول لهم صح عيدكم إن شاء الله. ننتقل كذلك نواصل دائما. كاين إمام عبد السلام إلياس بن الحسن يقدم تحياته بمناسبة العيد لمشايخه والعائلة وكل الأصدقاء وجميع الأمة الإسلامية. كل عام وهم بخير. نواصل في الإهداءات في آخر الفقرة. نروحوا دوك نحكيوا مع السيدة بختة على الجمعية والمشاريع نتاعها وإنجازات نتاعها والتراث اللي راهي حابة تنشره بين الشبان الجزائريين. سيدة بختة، واش هو هذا يعني طبيعة هذا التراث اللي تحافظ عليه الجمعية؟ التراث هذا نحافظ على التراث تاعنا تاع الجزائريين، وهذا اللي جاب باش نوجهوا لهم حنايا نوجهوا لهم الدعوه هذه ليهم باش يحافظوا على التراث نتاعهم ان شاء الله، وان شاء الله ما يخلوهاش تغيب ان شاء الله. يعني انتم هاكم في الجمعيه تستقبلوا شبانها يعني مقر الجمعيه قلنا في البيار يعني صادفكم شبان يحبوا يحافظوا على العادات والتقاليد. كاينين شبان كاين شابات واللي يحبوا هذا التقاليد ويعني يشاركوكم ويروحوا يشاركوني ويروحوا وين يكون عندي معرض ولا حاجه يجوا ويحبوا هالتقاليد. الله يبارك. شو ما مثلا المشاركات اللي تشاركوا فيهم يعني بهذا بالتراث؟ كاين بنات ايده والحايك هاكي تشوفي فيهم تما الحايك. جينا الحايك نشوفوا الحايك عادة التقاليد العاصميه، الحايك اللي مشهور عليه بها بسم الله العاصمه العجار. يلا الله جبتنا العجار. العجار نشوفوا تقاليد الاصاله المراه الجزائريه. اصاله المراه الجزائريه يعني تلخص في هذا الحايك. هل عندنا ما شفناش مع لابسه الحايك؟ الحايك جزائري، جزائر بيضاء سارة. ممكن تلبسي بلاك
راح نلبسوا، حبيتي تشوفيني بالحياة كي نلبسوا، ولكن من بعد ما نكملوا الحصه تاعنا ما خليهاش في قلبك، نلبس لك الحياة ان شاء الله. وانت ديري العجار في قعدي معايا، حتى العجار حتى في الولايات تيزي وزوب جايه لباس تقليدي القبائلي ليومنا هذا، كي تخرج العروسه تلبس جبه قبائل وتزيد دير الحايك عند العديد من العائلات اللي حافظوا على العادات والتقاليد، انه العروسه ما تخرجش بلا ما دير الحايك عليها. يعني مهما تطورنا ومهما كانت العصرنا، لكن دائما الجزائري يحن التقاليد والعادات كل مناسبه سواء في الاعراس. صور من مشاركات جمعيه احياء التراث ونشره وسط الشبان هكا، هذه بعض الصور. يعني هناك صور عديده للمشاركات نتاعهم، حتى في الصوره كاين شباب، يعني فيه نعم اقبال من شباب، كاين اقبال من قبل الشباب. يعني ما شاء الله جمعيه سيده بختة، هادو خرجات ميدانيه تقوموا بهم ولا نشاطات؟ لا لا، كما 5 جويلي عيد المرأة يناير، هادو كاع فيهم خرجات، هادو كامل ديروا فيهم احيوا فيهم هذه المناسبات. ما شاء الله، يعني الصور راهي عديده هنايا، احنا فقط لضيق الوقت ما راحش نقدروا نوروا كل الصور. جميل جدا هي مشاركة المرأة الجزائرية والشباب الجزائريين، وبصمة انه يخلوا بصمتهم في مثل هذا، في الحفاظ على التراث الجزائري. التراث الجزائري راه عزيز وعريق، وعريق منطقة الجزائر ثرية ويمثل الحضارة تاع الجزائريين اكيد. ان شاء الله الشبان تاعنا تشوفي بزاف الشبان والشابات يحبوا هذه الحاجة ويحبوا كما نقولوا يسمعوا ليك فيها حنين. نشوفوا الشباب نتاعنا يحب يحب يعني يدي من كل، يعني لما نخرجوا للشارع نشوفوا الشباب يعني يميل بكثره للحضاره الغربيه، لكن في ربما يرجع العادات الجزائريه. سيده بختار، واش تقولي للمشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا اللي استغناوا شويه على العادات والتقاليد، اللي يحبوا يكسروا العادات والتقاليد؟ لازم الرجوع الفضيله، الرجوع الاصل الفضيله. صار ربما هنايا ماشي يكسروا، ماشي ربما يحبوا يستغناو حتى العائلات الجزائريه يتقدموا عصري، بصح لازم التقليد تاعنا يقعد ويرجعوا للتقليدي. شوفي العروسه برك يعني ما نروحوش بعيد، العروسه واش تلبس؟ لا حتى العروسه انا نشوف فيها في بعض العائلات راهم يستغناو على العادات والتقاليد الجزائريه، يعني يستغناو على الوليمه، يستغناو على اللباس التقليدي، يستغناو على الكثير من الاشياء. ولهذا ان شاء الله ترجع، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ترجع، ان شاء الله بفضل الشباب هذا اللي راهو الجيل الصاعد، ان شاء الله يعني يتنبأ بمثل هذه الجمعيات اللي تنشر وتحافظ على التراث الجزائري. شوفي انا كي يقعدوا معايا نعطيهم لاخر، نقول لهم شوفوا الدول تحافظ كاع على التراث تاعها، والتراث تاعنا قلة حاجة، ما تخلوش يروح، لازم انتم تاني تحفظوه وتخلوه جيل الأجيال. التراث تاعنا عزيز وغالي. واش يعني حتى اليوم جبتينا معاك هادو يعني من التراث؟ هذه خدمت على زربية، زربية فيها الطباق، فيها بزاف حوايج ما جبت لكمش. معليش، يعني هذا واش قدرت تحمل معاها سيدة بختة؟ هذه ترمز لجهة الشلالة. اها الله يبارك. هذه لجهة الشلالة النقش اللي راه فيها. اها. وكاين كل زربية انا درت زرابة بزاف. صافي تقدر تدير. هذه من التراث الجزائري. ايه الشلالة. كاينة وحدة ثانية كنت نعطيها لي برك باش نحطها قدام الكاميرا. هكذا. هذيك عصرية. نعم هذه عصرية. عصرية هذه عصرية في الرسم ولا في الشكل ولا في الألوان؟ في الشكل، في الشكل. وهذه ثاني تمثل يعني كاع الجزائر، كاع الجزائر، الجزائريين كامل يخدموها. وهذه رانا نشوفوا فيهم الناس بزاف عبدوا ولاو لهذا، ولاو بزاف. عندي بزاف انا ما قدرتش نجيب برك. اي معليش، هذا ريحة يعني وش يتحافظ السيدة. تفضلي عبد يرجعها سيدة بختة في الجمعية نتاعها. نشوفوا ثاني القفة، وهادو يديروهم في الجمعية. القفة ثاني درناها لمسات اخرين. يعني عصرية. عصرية. طريقة القفة التقليدية. درتها كما نقولوا كلاسيك. ماشي أي وحدة ترفدها. ماشي أي وحدة ترفدها. وفي الجمعية سيدة يديروها كشغل بنات وشباب. عندك هكا شباب يعني يقوموا بهذا؟ عندي وقبل من هذا عندي بنات اللي تخرجوا وداروا الدبلوم بهذا. الله يبارك. التقليدي. الله يبارك.
شو ما العادات والتقاليد اللي تأكدي عليهم باش الشباب الجزائري يحافظ عليهم؟ كل تقاليد الجزائريين في طياب، في حلويات، في حاجة كامل مليحة. البقالة نحافظوا عليهم؟ لازم. أيتنا بقالة في خاطر سيدة أختها. البقالة تقول هناك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ورزقك بالعيد بهجة لا تزول. الله شوفي ذكرت على قلبك إن شاء الله يا ربي معين مع كل المسلمين وكل المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا. سيدة رختة نحكيو شوية، نروح تروحي معنا مع الزميلة فاطمة وتجربتها في قناة الأنيس من خلال برنامج في رمضان، وبرنامج كان بدا قبل رمضان. فاطمة لو بتحكي لنا وإحنا في هذه القاعدة باش نلحقوا للمشاهدين تجربة نتاعك في القناة. تجربة قناة الأنيس كانت بدات والحمد لله قناة الأنيس تمد الفرص وتفتح أبوابها للإعلام الهادف الرسالي، والبرنامج متميزون كذلك كانت البدايه مع برنامج متميزون وان شاء الله يتواصل بعد رمضان ويكون ان شاء الله يتواصل بعد رمضان ويكون ان شاء الله لما لا في مواسم. عندك تجربه مع الشباب الجزائري في هذا البرنامج وهذا هو الحافظ يعني اكيد البرنامج الهدف ديالو كما قلت لك دونك قناه الانيس هي دائما الهدف تاعها رسالي والاعلام الهادف. برنامج متميزون اردنا من خلاله ان نسلط الضوء على الشباب المبدع المتميز سواء كان متعلم او عصامي، المهم عنده بصمه او له هدف يسعى من أجله. الغاية هي تشجيع هؤلاء الشباب، ولكن ربما الهدف الأسمى من البرنامج أكيد إحنا نسلطوا الضوء على الشباب اللي عنده أكيد لمسة والشاب الناجح مبدع والطموح أكيد، لكن الهدف ربما الأسمى يكون الشاب اللي يشاهد البرنامج. ربما الشباب الكثير من الشباب اليائس وربما الشباب الذي فشل في أول تجربة له، نحاول من خلال هذا البرنامج دائما أن نوصل رسائل إيجابية لشبابنا، نوصل رسائل أمل، رسائل مثابرة وعزيمة، وأكيد لا يوجد إطلاقا شيء مستحيل ما دامت هناك العزيمة والمثابرة. أكيد إحنا نقول للشباب نتاعنا عمركم ما تفشلوا دائما أكيد واصلوا وكافحوا من أجل أهدافكم، خلوش أهدافكم وغاياتكم وطموحاتكم اللي بنيتوها واللي كبرتوا عليها تروح لكم سودا هكذاك بلا بأي سبة. حتى واحد ما ينجح منها، دائما نلقاو العقبات ونتعطروا لكن نتعلم منها، نتعلم من أخطائنا، واللي يعني يعمد باش يلحق للهدف نتاعه راح يوصل أكيد. يعني من اراد يستطيع ابدا لن يجد الطريق مفروشا بالورد، يعني صح. يسعى واكيد حتكون عثرات لكن بالاراده وبالعزيمه اكيد سيصل الى هدفه، ولازم فقط يثق في قدراته، يثق في عداله الله بروحه. لان اكيد الانسان طموح لروحه باش يقدر يوصل هو اللي يبني المستقبل تاعه صح، ثقة في النفس والإنسان اللي يبذل مجهود هذيك شغل بديهية، الله سبحانه وتعالى أصلاً ما يضيعلوش الجهد دياله أكيد حتكون نتيجة، لكن النتيجة فقط تأتي بالصبر. نعم، إذن من متميزون نحكي شوية في دقائق مختصرة على كورونا ميديا وتجربتك في كورونا ميديا وذاك البرنامج اللي جمعتني معك فقرة. كورونا ميديا برنامج كذلك طاقم قناة الأنيس الأستاذ حسين أمين، نشكره بالمناسبة اللي أعطاني الفرصة، قال لي إذا حبيتي تشاركي في برنامج كورونا ميديا وأنا ككل يعني صحفية بسيطة تبحث عن التجارب من أجل تطوير المهارات من أجل تطوير القدرات أكيد أنا، وكذلك ربما أحب دائما تقديم الأخبار، يعني هذه كانت برنامج كورونا ميديا هو عبارة عن تقديم أخبار حول الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر، وكان لي فرصة في تقديم الأخبار، كانت تجربة أكيد نحن نتعلم من تجاربنا وكانت تجربة جميلة جدا، والحمد لله من خلالها كذلك لا أقول حسيت ربما بعض تطور. الحمد لله، الحمد لله. بما دمتي راكي تحكي على تجربتك وعجباتك وحسيتيها تجربه جميله، حتى احنا يعني نمجد لك مفاجاه في اخر
الفقره رايحين نوريها لك على التجربه الجميله في برنامج كورونا ميديا. قلتيليش عليها هذه؟ نقولوا نوصلوا الاهداءات تم تخفيف. نكملوا الاهداءاتنا. دائما كعندنا دانا ساجدة باللحسن تهدي تحياتها إلى كل الأمة الإسلامية والجزائر بالخصوص وإلى كل عائلة باللحسن والأهل ببسكرة كذلك. كذلك عندنا ماريا أريج باللحسن تهدي تحياتها إلى كل شعب الجزائري وإلى كل الأمة الإسلامية وإلى الأبوين الحنونين. كذلك عندنا البرعم أركان يهدي تحياته ويقول أتمنى نعم مع الصور أكيد يقول أتمنى عيد مبارك وسعيد لأبي وأمي ولكل الأمة العربية وإلى عائلتي عائلة النضال منهم نصال. جدي وجدتي وكل عائلة العائلة نصال نعم. عائلة نصال كذلك ربما هي كتبتها بخطك وأنا البرعمة كذلك إسراء نشوف الصورة وتقول بما أنه أول عيد الفطر حبيت نهني وأعيد الحبايب أمي وأبي وأقول لهم عيد سعيد ينعاد عليكم هذا العام وكل عام إن شاء الله باللهنة وبالصحة. كما تهدي تحياتها كذلك وتقول عائلة بيبي منهم جدتي الغالية وأعمامي وعماتي وبالأخص عائلة كحلوش منهم جدي فضيل وخالتي خديجة وعزيزة وإلى كل من يحبونني إن شاء الله. نقول لها كامل نحبوك كامل نحبوك ونحبو كل الأطفال اللي بعتونا تصورهم كل عام هم بخير. نكملوا الإهداءاتنا. سارة دانيال ماسيل بوعراب يهدي تحياته إلى جدته لويزا وخالته آمال سعيدة ومريم وإلى أخواله إبراهيم في فرنسا وإلى خاله سعيد وأبناء أخواله سيلين موحن دريما إليانا رايان طيطم منال كرام إيانيس عبد النور. كذلك نواصل ولا إهداءات شوية شحال مازال في هذه الورقة مازال زوج الأوراق الأخرى معليش عطيهم لنا غير باختصار هكا فقط نوريو الصور نتاعهم. كاين عائله سعدي حمد رايان ومحمد يهديو وتحياتهم للوالدين الاب سمير والام صبرينا والى كل اعمامهم واخوالهم. زيد لنا هذا مازال تما واحد ونخلو الباقي تهاني للفقره ان شاء الله المقبله. قبل ما نختمه سيدة بختة لحقنا قربنا نلحقوا لنهاية البرنامج شخص عزيز عليك أكي حابة تقولي له ميساج واش تقولي له وشكون هذا الشخص؟ مولو بيتي واش تقولي له؟ عمي الحاج نقول له احنا نقول له كل عام هو بخير وربي يطول في عمره وانا ثاني نقول له ربي يخليك ليا ويطول في عمرك. شوفي هذيك الكاميرا وقولي له الميساج ربي يخليك ليا ويطول لك في عمرك. ان شاء الله يا ربي يطول في عمرك ويخليكم لبعضاكم ويخليكم متشدين ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظكم في حياتكم. نادي ثاني لولادي فريد وكمال وعمر حسيبه وفاتحه وريم كل عام هما بخير هما بخير وروميسا باش ما ننساش روميسا ومالك وإسحاق عبد الصمد ويونس كل عام هما بخير وكامل العائله وكامل الاهل والاقارب كامل كامل ما جيراني وحبابي ما ننساهم الجمعيه نتاعك ان شاء الله وجمعيه حباباتي كل عام حنا ثاني كنقولوا الاهل نتاعك وكل الشعب الجزائري ان شاء الله ان شاء الله وكل الاهل والاقارب صحه عيدهم وكل عام هما بخير كل عام هما بخير ان شاء الله. ميساج حابه توصليه لشخص عزيز عليك شكون هذا الشخص؟ الشخص اللي عزيز عليا الوالدين الكريمين عندي الاب ديالي والام ديالي الله يسلمك ربي يحفظك نقول لهم بالمناسبه يعني نقول لهم ان شاء الله تقعدوا تاج فوق راسي وكذلك يعني مهما تحدثت اكيد لن اوافيهم تصعب العبارات وتقف عند ما تلحق للوالدين هم احفزونا بثبتهم كذلك رانا هنايا نقول لهم نحبكم وربي يخليكم لينا ان شاء الله ان شاء الله ربي يخلي كل مؤمن ان شاء الله خلينا والدينا ويخلي الوالدين كل الشعب الجزائري لما نحكيو على الوالدين نتاثروا نقول لهم حتى انا صح عيدهم لوالديك والوالدين كامل الوالدين تحيه ممكن تهنئه الغير ولا خلاص ككلمه اخيره يعني ككلمه اخيره نعم بالمناسبه ما هضرناش صار على الاطباء
الأطباء الذين ربما قضوا شهر رمضان قبل رمضان، يعني قبل منذ رمضان انتشار جائحة كورونا نعم في الجزائر قبل شهر رمضان، هما مجندين إن صح القول في المستشفيات. كذلك في شهر رمضان أيضا اليوم كذلك العيد، يعني تركوا عائلاتهم، تركوا أبنائهم في سبيل خدمة الجزائر، في سبيل خدمة الصحة الجزائرية. نقول لهم ربي يقدركم، ويعني نقول لهم هو حقكم، يعني ما نصيبوش يعني ترفعوا القبعة أكيد ننحني ونرفع القبعة. حكيتي على الجيش الأبيض، نحكيوا على الجيش الأبيض والجيش الأزرق والجيش الأخضر، نقول لهم ربي يقدرهم هما كامل راهم، ترفع لهم القبعة في هذا العيد إن شاء الله في ميزان حسناتهم. كل من يسعى، كل الشعب الجزائري وكل الشباب اللي بادروا من خلال مبادراتهم يعني خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، إن شاء الله رب جزائهم عند ربي سبحانه. ودائما الجزائر تجد أبنائها في وقت الشدة، وقت الشدة إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ما نزيدوش نشوفوا الشدة بعد الشدة دي الفجر، إحنا نتقلبوا على كل حاجة إن شاء الله قدرة ربي إن شاء الله سبحانه يا ربي. مشاهدينا ضيفتي العزيزتين تشرفتوا باستضافتكم، وقعدتنا كانت زينة بوجودكم، يعطيكم الصحة اللي بنتوا دعوة وكنتوا معايا في هذا القعدة. مزينها قعدة ومزينها سويعة، مادا بيا لو كان تجوز أكثر، لكن دايما احنا مجبورين بالوقت اللي يحددنا دايما الزمن. مشاهدينا الكرام، فقرتنا ما زالت متواصلة وإهداءاتنا ما زالت متواصلة، وحتى بقلتنا وقعدتنا بقوا معنا، ما تروحوش بعيد، نشوفوا كواليس فاطمة في برنامج كورونا ميديا، وبها نختم هذه الفقرة. ويذكر أن العدد الإجمالي الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو ما قدرتش نقول العدد الكبير، تلفت لي هذا العدد 111,000. مشاهدينا الأفاضل، وصلنا لنهاية هذا العدد، اعتنوا بأنفسكم. زعما راني ندير رايي في الكيراني وحدي. حرارة التلاميذ، يعني تم نعاودها هذه القفزة في عدد الإصابات في كورونيا، الإصابات الجديدة حول في كورونيا، البحث العلمي، التعليم العالي والبحث، نورمالمون قلت التعليم العالي والبحث العلمي. نبدأ. مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج ميديا كورونا. كورونا ميديا، ما بيه كورونا ميديا، اللقب الاسم باش اللقب. يا عيني 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 يا عي